بونجور واضح، أنا اسمي أنطوني نحول، عمري 24 سنة. I'm an LAU student graduate بالBSN Computer Science، وبنفس الوقت أنا هلا بالوقت الحالي Head of Development Department بPort Beirut، وبنفس الوقت عندي شركتي الخاصة بSoftware Development. بقول له بابا انه طيب انا هلا بلا ايدين واجرين، بس هل حيطلع لي ايدين واجرين بعدين؟ من اول ما انا خلقت واهلي كانوا مأمنين انه لازم انا اكون مثل باقي الاولاد بالمجتمع، من هيك ربيت على هذا الاساس، ربيت انه لازم تقاتل لتحصل على الاشي اللي بدك اياها. بقدر اوصل، كان في صعوبات بالتعليم، كيف بده يتعلم، كيف بده يكتب، كيف بده يشرب، كيف بده ياكل، كل هدول الصعوبات. منهم كان التعليم، اهلي ساندوني، عملت لهم بالاول اواز هوم سكولد، ذن انتقلت على ستام بوينت تو بوينت بالمدرسه، ذن بالجامعه رحت دايركتلي وكنت احضر صفوفي هنيك لحد ما تخرجت الحمد لله، وهلا I'm working in my jobs. انا بكره كلمة حرام، كلمة حرام تجي للناس اللي ناقصهم شيء، عادة بتقول حرام ما عنده بيت، حرام ما عنده اكل، حرام ما عنده شرب، بس كتر خير الله. اوكي انا بدون ايدين واجرين بس الحمد لله عندي كل شيء، فكتر خير الله على كل شيء. لازم الواحد يكون مقتنع ولكن طموح.